شو بدي انا من هدايا الله غير هذا؟ وانا تاكدوا والشباب اللي بدهم نشجعهم انا مش راح اشجع حد. لماذا تكتمت مذيعه قناه الجزيره كوثر البشراوي على اسباب استقالتها من قناه الجزيره؟ وكيف قررت كشف المستور في القناه الشهيره بعد هذه السنوات؟ وما سر المشهد الصادم الذي فاجات به مشاهديها على الهواء بعد اعلان موقف سياسي مريب؟ طالما كانت كوثر البشراوي واحده من نجمات قناه الجزيره وفجاه قررت تلك الاعلاميه التونسية الاستقالة من القناة الأشهر في الوطن العربي، حيث تركت استقالتها لدى المشاهدين أسئلة تتصاعد دونما إجابة، وتصدرها سؤال واحد: هل ما حدث للمذيعة التونسية كوثر البشراوي استقالة أم إقالة؟ قبل التطرق إلى أزمة الجزيرة وبإطلالة سريعة على تاريخ البشراوي المولودة لأب تونسي وأم إيطالية، يتبين لنا أنها اعتادت العمل في أكثر من محطة، فقد كانت بدايتها الأولى في التلفزيون التونسي وتلفزيون NBC الذي كان بالنسبة لها بيتها لأنها عملت فيه عقدا من الزمان. أما أزمة كوثر البشراوي في قناة الجزيرة فتعود إلى ضغط تعرضت له، وفي بادئ الأمر لم تتطرق المذيعة من قريب أو بعيد إلى سبب الاستقالة، وعزته إلى أسباب شخصية، لكنها عادت بعد ذلك تبرر خروجها من الجزيرة بأن شخصا داخل القناة كان وراء ذلك، وهو ذاته الذي ترك القناة بعد رحيلها عنها، لكنها لم تشأ أن تذكر المتسبب في استقالتها من القناة القطرية. انتقلت كوثر البشراوي بعد ذلك للعمل في أكثر من محطة، من بينها قناة العربي، وتوحي أحاديثها وحواراتها التلفزيونية بأنها صاحبة مواقف سياسية ربما لا تتسق أحيانا مع قواعد الحياد والموضوعية، حتى تمت استضافتها كثيرا في العديد من البرامج التلفزيونية على إنها محللة سياسية. كوثر البشراوي أثارت حالة من الجدل بظهورها على شاشة التلفزيون السوري، وخلفت تساؤلات كثيرة بشأن علاقتها بدوائر الحكم السورية. تناولت الحلقة التي استضافتها آراءها بشأن سبل تحقيق السلام في الدول العربية، وفوجئ المشاهدون بأن الإعلامية التونسية تحمل تحت الطاولة حقيبة قررت بمحتوياتها أن تثبت للعالم العربي الطريق الأمثل لتحقيق السلام في الدول العربية كافة. فجأة وبدون سابق إنذار أخرجت الإعلامية التونسية من الحقيبة حذاء لجندي سوري قالت إنها تلقته هدية من أحد الجنود السوريين، وأخذت البشراوي تتغزل في النظام السوري وتصف رئيسه بالسيد الأخ. وفجأة انتقلت وصلات الغزل من الرئيس السوري والجيش السوري إلى حذاء الجندي السوري الذي طبعت عليه الإعلامية قبلة أمام المشاهدين في تصرف غريب وفق موقع السوريين. لم يكن ذلك المشهد سهلا على السوريين، ما بين مؤيد اعتبره شرفا للبلاد وللقائمين على حمايتها، وبين معارض كالا ما كاله بحق الإعلامية التونسية.